انتقل من القواعد الفقهية شيخنا إلى المداخل الفقهية العامة التي تتحدث عن تاريخ الفقه مثلا أو معالم المذاهب وهكذا. هذا علم اسمه تاريخ تشريع، وفيه المداخل المذاهب وفيه مدارس المدارس الفقهية. وأنا أستأذنكم فيما نستقبل أن نشير إلى بعض المؤلفات على وجه السرعة، الاختصار والسرعة حتى هاتها تدرك الوقت. نعم، في المداخل الفقهية. المداخل الفقهية مهمة جدا للذي يريد أن يقارن ويريد أن يزيل عنه التعصب. وقديما كان أقدم المداخل الفقهية تقريبا هو كتاب القاضي عياض ترتيب المدارك، لأنه مدخل لدراسة المذهب المالكي في الواقع على طريقة المحدثين، مثل مدخل الحاكم للصحيحين ومدخل البيهقي. جميل. فهو على هذه الطريقة يترجم للرجال ويذكر فضائلهم ويرجح المذهب ويذكر محاسنه ويذكر الكتب المعتمدة فيه ونحو ذلك. طيب. ثم بعد ذلك جاء النابغة القلاوي بالنسبة للمذهب المالكي، فنظم نظمه المسمى بطليحية، وهو الاختيارات بطليحية؟ إيه نعم. أبو طليحة معناه نظم نظمه تحت طلحة صغيرة فسماه بطليحية. وهو نظم جميل وجريء، وذكر فيه المراجع في المذهب. ما وجه الجرأة فيه؟ أنه يطعن في بعض الكتب ويسيفها نسفا. نعم. طيب، وهو بمثابة مدخل لمذهب مالك. إيه نعم، يذكر لك الكتب المعتمدة ومعالم طيب الفتوى. من المداخل أيضا سواء للمذاهب الأخرى أو للتشريع عموما. نعم، المذاهب الأخرى أو للتشريع عموما، لأن الشريعة عموما يحتاج إلى فلسفة لفهم مدخل العام لها. وقد ألف في ذلك عدد من المؤلفين، منهم شيخنا سماحة الشيخ يوسف القرضاوي مدخل لدراسة الشريعة. إيه نعم، ومنهم شيخنا أيضا الشيخ مصطفى أحمد الزرقاء رحمة الله عليه، مدخل الفقه العام. مدخل الفقه العام. وبعضهم في داخل المذاهب، مثلا التركي ألف شيخنا أيضا سماحة الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي له مدخل المذهب الحنبلي. نعم. والشيخ الدكتور محمد المختار بن أباه له المدخل المذهب المالكي. وأخي الدكتور أبو سعد محمد المختار المامي رسالة الماجستير في المذهب المالكي في مدارسه وكتبه ومعلمته إلى آخره. هو أهم هذا مدير مركز تكوين العلماء. مدير مركز تكوين العلماء. نعم. هذا الكتاب كان الشيخ بكر أبو زيد لما أهديناه إليه يثني عليه كثيرا، وقد قرأه عدة مرات ورجع إليه في بعض كتبه. وهو أبو زيد له أيضا مدخل إلى المذهب الحنبلي. نعم، له مدخل، المدخل المفصل. إيه نعم، إلى فقه الإمام أحمد. وأيضا له كتاب عناية بالفقه ابن القيم بالخصوص. صحيح. ومدخل جيد له، ترتيب جيد له. طيب. كذلك المذهب الشافعي ولف فيها عدد من المداخل، ومنها عمل أخي الدكتور عبد الرحيم وهو من باكستان. أيوه. وقد ألف في رسالة الدكتوراه في عن المذهب الشافعي جامعة الإمام. نعم. طيب، أنا سأذكر في ذكر بعض العناوين أيضا وأسمع تعليق فضيلتكم. لدينا تاريخ التشيع الإسلامي لمناع القطان. نعم، هذا جيد عموما في الشريعة وفي المذاهب. وعندك قبله أبو زهرة فله أبو زهرة كتب، وعبد الكريم زيدان. وعبد الكريم زيدان كذلك، لكن أبو زهرة أقدم وكتبه. صحيح. منها أبو حنيفة الأئمة الأربعة، كتاب كبير، ومالك والشافعي وأحمد. وله كتاب أيضا مقارنة في هذا المجال. في المذهب الحنفي وقفت على المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة للدكتور أحمد حوى. نعم. المذهب الحنفي مراحله وطبقاته الدكتور أحمد النقيب. نعم. في الشافعي المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي دكتور أكرم القواسمي، ونفس العنوان لعبد الله الحبيشي. مذهب المالكي مدخل إلى تجديد الفقه المالكي قطب الريسوني، ما أدري هو مدخل أو لعله مجرد هذا مشروع اجتهاد. كبير. أيوه. لكن ذكرت لك كتاب محمد المختار الباه أقدمه. أيوه. هذه. نعم. وهو في جامعة السربون في باريس. رسالة دكتوراه قديمة، وبعده رسالة الدكتوراه لمحمد المختار المالكي. هو الباه الكاتب الصحفي هذا؟ لا لا، عمه هذا الشيخ محمد المختار، من أقدم الدكاترة في موريتانيا وفي المغرب. عمه هذا الذي يكتب الفلسفة والسياسة. نعم، نعم، عمه. وهو الآن مدير جامعة شنقيط ما شاء الله العصرية في موريتانيا. ما شاء الله. طيب، كتب الدكتور سالم الثقفي في مصطلحات الفقه الحنبلي. إيه نعم، هذه المصطلحات غير. إيه نعم. مصطلحات علم آخر. طيب، إذا فمثلا عندك منها كتاب المصطلحات تكون مختصة بكتاب. إيه نعم، مثل رفع النقاب الحاجب عن مصطلحات ابن الحاجب، ومثل مصطلحات خليل، ومثل ما يذكر في مقدمات كتب التراجم المذاهب، لأن صحيح. كل مذهب له كتب التراجم. صحيح. وهذه فيها مقدمات تتعلق بمصطلحاته. مثلا عندك في المذهب الحنفي تاج التراجم، وعندك الجواهر المضية،
وعندك عدد من الكتب في التراجم الحنفية، وعند المالكية، وعند المالكية عندك كتاب الديباج لابن فرحون، لابن فرحون، وعندك توشيح الديباج للقرافي الصغير، وعندك نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد باب التيمكتي، وعندك شجرة النور الزكية محمد مخلوف، بالإضافة إلى كتاب القاضي عياض وهو أقدم هذه قبلها. كذلك بالنسبة للشافعية عدد من الكتب أهمها طبقات الشافعية للإمام السبكي، طبقات كبرى، وطبقات الشافعية للقاضي شوبة، وطبقات الشافعية لابن أبي الدم، وفيه كتب عدد من طبقات الشافعية الحنابلة. الحنابلة عندك كتاب أبي يعلى وكتاب ابن الجوزي وكتاب رجل. عدد من الكتب، كتاب ابن رجب والذيل أيضا عليه. هذه كتب تذكر كثيرا من الأمور المتعلقة بالمذهب، وكذلك كتب أدب المفتي والمستفتي لها علاقة بالمذهب، لها علاقة لأنها تذكر لك المصطلحات وتذكر لك المذاهب وتقارن بينها، ومنها كتاب ابن الصلاح وكتاب ابن حامد الحنبلي وعدد من الكتب المهتمة بهذا القبيل. طيب.